فبهي كل محارباتنا أبطال، والنهاردة كل بطلة منهم قدرت تبرز مهاراتها من خلال أعمالها اليدوية. لكن محاربة واحدة بس اللي هتقدر تفوز بلقب ميس بهية في فعالياته للسنة الثالثة على التوالي. النهاردة ومن قلب مستشفى بهية زايد بنبتدي مع حضراتكم الموسم الثالث لملكة جمال المحاربات ميس بهية. الإيد اللي مساندة والدعاء وقت السجدة يا بهية فعنا أحلى وأجمل واحدة لمسة تداوي وتشفي. حقيقة كانت حكاية صعبة وإن إحنا نختار أصعب. طبعاً إحنا اخترنا في الآخر بالإجماع وقلنا يمكن عشان هي منتجة أكتر وإنها عملت المشروع على مستوى أكبر وبتعلم وكل حاجة، فاخترنا هنا.